بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نسعد أن نلتقي عبر هذا اللقاء الجديد والمتجدد بمتابعتكم لنا دائما عبر شاشة فضائية الخرطوم وعلى الهواء مباشرة من خلال فترة مفتوحة جديدة ضمن البرمجة الخاصة للاحتفال والاحتفاء بالسلام. نسعد أن نلتقي اليوم وفي رحابنا المرأة السودانية كنداكات بلادي، تحية لكل نساء بلادي في كل مكان. ولا شك أن مفهوم السلام الاجتماعي له عدة مستويات، أولها السلام العائلي، ومن ثم السلام المجتمعي الخاص بسكان رقعة جغرافية محددة، والسلام الإقليمي والدولي، ومن ثم سلام السودان في كل إقليم، في كل ولاية، في كل مدينة، في كل قرية، وفي كل حي، وفي كل فريق. من خلال هذه المساحة والتي نخصصها للمرأة والسلام، أسعد أن أرحب بداية بالأستاذة عائشة بركة إبراهيم داود، أمينة المرأة بحركة العدل والمساواة بقيادة العقيد بخيت دبجو. السلام عليكم أستاذة عائشة، ومرحب بك عبر شاشة فضائية الخرطوم قلب الثورة. عليكم السلام والرحمة. لكم تحية خاصة قناة خرطوم، وتحية خاصة لصناع السلام، ونتمنى يعم السلام في بلدنا ويكون سلام وإحنا آمنين واستقرار بإذن الله. نعم إن شاء الله. أيضا رحب بالأستاذة إحسان عيسى، مساعد رئيس حزب الأمة. مرحبا بك أستاذ إحسان، وحبابك بك عشرة في قناة خرطوم. مرحبا بكم وحبابكم عشرة، وسعيدة للاستضافة في قناة الخرطوم، والتحية عبرك لكل إدارة وطاقم القناة، وتحية للشعب السوداني، تحية لصناع السلام، وتحية لقادة الحركات، وتحية لكل من خط حرف وتعب واجتهد لحين أنه توصلنا لهذا الحدث الكبير المهم، وهو السلام في بلادي. نعم. أيضا نرحب بالدكتورة شذا عثمان، أمينة المرأة بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل. مرحبا بك دكتورة شذا. مرحبا بك الأستاذ خليل والأستاذ عائشة والأستاذ إحسان، وتحية عبركم لكل الشعب السوداني، والتحية للمرأة السودانية أما وأختا وزوجة، والتحية يعني تحية خاصة في يوم السلام عبر نضاله وتاريخها الطويل. تحية أيضا طبعا لهذه القناة، القناة الفتية، القناة المتجددة المتطورة، قناة الثورة الأولى كما يعني يحلو أن نناديها بها، والتحية لكل السودانيين في يوم السلام. نعم. تحية أيضا لكل السادة المشاهدين، وعبركم تحية لكل كنداكات بلادي، لكل النساء العاملات، ربات البيوت، الأمهات، الحبوبات، كل مرأة في بلادي الحبيبة. ونبدأ أستاذة عائشة، والحديث يطول عن السلام، وبالتأكيد لما نتحدث عن الأمن والاستقرار والطمأنينة والتنمية المستدامة والسلام بمفهومه الشامل، نتجاوز معنى آخر وهو غياب الحروب. وبالتأكيد المرأة هي يعني المتأثرة الأول بين جراء الحروب، وأيضا هي الكاسب الأول من خلال حلول السلام. نعم فعلا. لو بدأنا نتحدث عن السلام يعني طويلة، يعني ما نقدر نتكلم في 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 الحلقة أو حلقتين. نعم. ولكن السلام هي أساس الحياة، حياة بدون سلام يعني ما فيها استقرار، ما فيها أمن. الأمن بيجي بسلام، يعني كانت المرأة تأثرت بويلات الحرب يعني كثير، وهي أساسا هي المتضرر الأول في 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 سلام، متضرر أول في الحرب، فلذلك وهي في 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 سلام يعني تلعب دور كبير جدا، من البيت، من النفس، من الـ من الـ من الـ في كل المجتمعات المرأة لها دور كبير جدا، وحتى هي في
في سلم لها دور كبير، يعني هي هي اللي تراعي أطفالها، وهي تقوم برعاية الأبناء وبغياب الرجل، يعني الرجل هو غائب تمام، ولكن هي تحتوي بكل الالتزامات وتقوم بكل مقاومات الحياة، وبالعكس وفي الحرب كذلك، يعني وهي تقوم بنفس الأدوار. نعم. أيضا أستاذ إحسان عيسى، يعني تأثرت المرأة كثيرا بالحروب والصراعات، وللمرأة بصمة واضحة في مجتمعاتنا السودانية من خلال حفظ النسيج المجتمعي. يمكن كل يعني الرجال يشاركوا في الحروب، يشاركوا في صناعة التغيير، لكن تظل المرأة هي الركيزة الأساسية في المنزل. صراحة المرأة السودانية تاريخ رائع من العطاء، وتاريخ مشرف عبر السنوات الطويلة، منذ قبل الاستقلال عهد رابحة الكنانية، ومن بعدها تتالت نضالات المرأة السودانية. أنا بفتكر أنه للمرأة دور مهم جدا جدا في قضية السلام. دور أنه تسند هذا السلام والإسناد له، لأنه المرأة السودانية هي عانت من ويلات الحروب، هي فقدت السند، الأب، الأخ، الزوج، الإب، من يعوله، من يهتم بها، مشوف معسكرات، المرأة أصبحت تعول أطفال أيتام. لذلك نحن الآن في هذه المرحلة المهمة في تاريخ حياتنا، تاريخ بلدنا، في تاريخ التاريخ بتاع الحروبات الطويلة اللي نحن تعازينا منها، لابد أننا نتعافى، تصافى ونعلي قيم التسامح بيننا. المرأة هنا بيجي دورها، بيجي دورها في شنو؟ في إنها هي بترتق النسيج الاجتماعي ككل، هي اللي بتحتوي بدءا من أسرتها حتى حولها في الحي، بتطلع حول برا في المنطقة، في المحلية، في الولاية، ويعم السودان كله. لذلك نحن الآن لابد أننا نجتهد ونعمل مع بعض كلنا كنساء بمختلف أطيافنا، بمختلف تنظيماتنا، بمختلف توجهاتنا، حتى أخواتنا ربات البيوت، عشان نعمل يد واحدة لنعبر بالوطن لبر الأمان. نعم إن شاء الله. دكتورة شذا عثمان، الحديث أيضا عن السلام وعن دور المرأة في عملية السلام، يمكن هي دعامة أساسية للسلام وحمامة للسلام، لأنها تماما تعي وتعرف مدى أثر السلام على المجتمع ككل وعلى حياة الأسرة الصغيرة منذ البيت. حقيقة بيبقى امتداد للكلام اللي اتقال واتذكر، انه السلام ده مسألة مهمة وضرورية في حياة كل الناس. نعم. على مختلفهم، رجال ونساء. لكن نحن لما نتكلم عن السلام طوال يعني يترادف لذهن الزول نحن السلام لأنه في حرب. لما نتكلم عن الحرب نتكلم هنا عن المرأة، لأنه حقيقة زي ما تفضلت الأستاذة إحسان وعائشة من قبل، إنه المرأة هي كان أكثر زول يتأثر من مسألة الحروب، عشان كده بيبقى من مصلحتها الحقيقية إنه يكون في سلام وفي استقرار وفي تسامح وفي كده، عشان كده هي بتلعب دور أساسي ومحوري ومفصلي في العملية بتاعت السلام. بيبقى لأن هي المتضرر، فيبقى من مصلحتها إنه يتحقق هذا السلام ويعيم في كل الربوع. السلام اللي احنا بنتكلم عنه، السلام نبدأ من الأسرة. يعني أنا أفتكر إنه أن احنا تعال نرسي قواعد ومفاهيم جديدة لمسألة السلام، تعال نعلم أولادنا إنه السلام ده يعني مسألة مهمة، مسألة يعني ضرورية، عشان أنت تستقر والبعدك يستقر والبعدك يستقر. أنا أفتكر إنه أنا كمرأة كأم بقع على عاتقي أول مسألة زي دي كده، إنه أنا تعال نرسي الثقافة دي في بيوتنا، في مجتمعاتنا الصغيرة، زي ما قالت بعد ذاك ننتقل بها لمحيط المحلية ثم الولاية ثم السودان ككل. فنحن إذا عملنا دعايم زي دي، أنا أفتكر إنه أهم قيمة إنسانية هي قيمة السلام. والقيمة دي ما بتجي إلا إذا نحن عملنا لها مرتكزات أساسية ومرتكزات مهمة. أنا أفتكر الناس كلها والعالم وغيره وكده، نحن بنتكلم عن السودان، أفتكر إنه السودان في حد عن السلام،
افتكر انه السودان من اكثر البلدان يعني من اكثر البلدان اللي بتتحدث عن السلام وعن الطمانينه وعن الاستقرار، على اساس انه احنا لما نتكلم عن سودان امن بنتكلم بعد ذاك عن كل تبعياته. ما انت ما بتقدر تقول لي في حرب ومعاها في استقرار، في حرب ومعاها في تنميه، في حرب ومعاها في صحه، في حرب ومعاها في تعليم جيد. لا، ده ما بيحصل الا اذا كان هناك سلام وديمومه للسلام. نحن دائما قاعدين نفرح لما نوقع اتفاقيه السلام، نحن دائما قاعدين نفرح لما نقول والله الان صوت المعركه وقف وانتقلنا بكلياتنا. ليه الان يعني نحن سعيدين ونحن بنسمع صوت الكلمه اللي فيها سلام وفيها استقرار؟ لانه حاسين انه الان بنعيش اجواء بتاعت سلام وحننتقل لمرحله، حنعبر لمرحله جديده بنتشوق لها كلنا مع بعضنا البعض، مراه ورجل، مراه ورجل الاثنين مع بعضنا البعض. احنا كده عشان كده افتكر انه احنا حقيقه المراه دعامه اساسيه من دعامات السلام، هي على دور الاكبر في الحته دي، لان انا بفتكر انها هي الخسران الاول من مساله الحرب. عشان كده من مصلحتها الحقيقيه انه يكون في سلام وانها يعني يكون في ديمومه للسلام، وبعد ذاك ممكن ان احنا نبحر ونتحدث كيف انها هي ممكن تعمل المساله دي. نعم ان شاء الله. شكرا دكتوره شذا. أستاذة عائشة بيرك إبراهيم داود، التحية أولا وثانيا وثالثا وإلى ما لا نهاية لكل مرأة عانت من ويلات الحروب، سواء في دارفور أو في المنطقتين أو في كل منطقة من مناطق بلاد التي عانت من ويلات الحروب. يعني قيمة السلام والأمن والتسامح، دكتورة شذا ذكرت أنه قيمة السلام واحدة من القيم المجتمعية المفترض نحافظ عليها، وللمرأة دور كبير في أنه تسعى لإرساء دعائم السلام. عبرك وعبر هذه المساحة المرأة والسلام عبر شاشة فضائية الخرطوم، دعنا نشوف هذه القيم، قيمة التسامح، قيمة العفو، قيمة المحافظة على هذا السلام كقيمة مجتمعية، أولا منذ البيت الأسرة الصغيرة، ومن ثم الحي، ومن ثم المجتمع، ومن ثم كل ولايات السودان إن شاء الله. فيها السلام، فيها قيم جميلة. فأنا من هنا نحيي كل اللاجئات أو نازحات في مناطق النزوح، لهم تهية خاصة. النساء في المعسكرات يعني، وهي فعلا يعني عانت كثير من ويلات الحرب وعانت كثير يعني من الحروبات. نعم. وأنا من هنا نحيي، أنا ابنة اللاجئات، ومن هنا نحيي للوالدة في معسكر اللجوء في شرق تشاد، وكل الأسرة بحييهم تحية خاصة، وبحيي كل النازحات والمرأة الريفية بصفة خاصة، لأنها هي صاحبة المصلحة الحقيقية في السلام. وهي فرحت بسلام يعني قدر كبير جدا، ولكن يكون في الواقع. احنا ننزل السلام في الارض الواقع عشان قيمه فرحته يكون بنفس القدر يعني. فهي تحتاج يعني الحاجات البسيطه يعني القيم قيم السلام، حاجات البسيطة عشان تقدر تستمر في حياتها، يكون في الأمن وفي الاستقرار. وكذلك المرأة السلام يعني ما في المعسكرات وبس، لكن السلام بتبدأ من البيت يعني من في كل السودان بتبدأ من البيت، وبتمشي للمدارس. وفي احنا عندنا تنوع ارقي كبير جدا في داخل السودان، لازم يكون في قبول، بعد احنا نقبل بعض، وفي تسامح، وفي في في تصالح، وفي يعني نقبل بكل حاجاتنا ونطوي الحاجات القديمه ونفتح صفحه جديده، لانه المات والحصل الحاجات الحصلت دي نطويها ونفتح صفحات جديدة لسلام، ونمد أيادينا بيضاء لكل
نساء السودان وبجهودنا بوحدتنا بتضافرنا بيكون سلام ويكون عامل في كل السودان بإذن. نعم إن شاء الله. أيضا أستاذة إحسان عيسى، يمكن في ذات القيمة، قيمة التسامح وقيمة السلام والأمن، كل النساء اللائي عانينا من ويلات الحروب والتحية كما ذكرت أستاذ عائشة بركة لكل النساء الآن الموجودات في معسكرات اللجوء والنازحات، وهم أيضا بيقوموا بأدوار عظيمة من خلال أيضا يعني غرس قيمة التسامح في هذه المعسكرات وفي مناطق اللجوء والنزوح. كيف يمكن أن نجعل هذا السلام كقيمة مجتمعية يستفيد منها كل المجتمعات بكافة تنوعها، وهذا التنوع هو مصدر قوة لنا كسودانيين؟ حقيقة يعني أنا بفتكر إنه قيمة السلام قيمة سامية، لأنه إحنا لما نكون في فترة حروبات ومختلفين بتظهر تصرفات يعني قد تكون طائشة من البعض عن البعض، لكن لما نجي نقعد ونتصافى ونتسامح بنقل قيمة التصافي والمحبة بيناتنا، بننشر ثقافة إنه أنا وإنت وكلنا أبناء وطن واحد، البلد دي بتشيلنا كلنا، بتسع السودان ده بيسع للجميع بمختلف أفكارهم بمختلف طرحهم، لكن لابد أن نصفي النوايا ونصدق في قرصنا هذا. المرأة السودانية بطبعها قوية في الحرب وفي السلم، ولذلك أنا بفتكر إنه المرأة في المعسكرات كانت صابرة وكانت مناضلة وصمدوا وفعلا عانوا، والحمد لله الآن السلام بشرون القادة، وأول ما جو دخلوا مطار الخرطوم وأنا ناس مني ونا جبريل ونا عقاد ونا عرمة، كل هؤلاء القادة قالوا إحنا أولوياتنا إرجاع النازحين لقراهم ومناطقهم، دي قيمة كبيرة جدا جدا، ودي دفعة كبيرة في إنه الاستقرار للمواطنين في مناطقهم بيفشي بيناتهم التصافي التسامح، بيلمهم مع بعض. البعيد زي هسي أخوتنا عشا هما في معسكر من معسكرات تشاد، والتحية لدولة تشاد والتحية للسيد الرئيس إدريس دبي يعني تعامله الطيب على مدى السنوات الطويلة مع الشعب السوداني، وضموا لنا لأبناء الوطن حمايته لنا وليهم ورعايته داخل المعسكرات، ده يعني أيوة عمل طيب، لكن هو بنعتبره أخ كريم، وبنعتبر تشاد دولة شقيقة لنا مثلها ومثل باقي الدول المدت يديها للسودان بالدعم والعون والسهد، لحين تم التفاوض لحين تم توقيع السلام. أنا بفتكر أن إحنا الآن نقلي قيم ومحبة، ننشر ثقافة التصافي، نكون يد واحدة مع بعض، اليد الواحدة بفتكر إنها يعني بتكون شوية، لكن نحتاج إنه نفتح أبواب كبيرة، نطوي صفحات، نبدأ صفحة جديدة، ندعو وننشر السلام والثقافة المحبة فيما بيننا عشان الآخرين يخطضوا بينه ومشوا بيها لقدام. وصراحة السلام ده جاب مجهود كبير، ما عايزين نرجع تاني لمربعات ورق، عايزين نمشي قدام. وبرضو من هذا المنبر أنا يعني بدعو أخواننا الحيلو أخونا عبد الواحد إنه يلتحقوا برقب السلام، والبلد دي بتشيلنا كلنا إذا صدقت النوايا وتصافينا وتسامحنا السودان يسعى الجميع. نعم تأكيد السودان يسعى الجميع. نواصل معكم مشاهدينا في كل مكان هذه الفترة المفتوحة وعلى الهواء مباشرة بعنوان المرأة والسلام مع ضيفات الكريمات داخل الاستوديو، الأستاذة عائشة بركة إبراهيم داود أمينة المرأة بحركة العدل والمساواة بقيادة العقيد بخيت دبجو، والأستاذ إحسان عيسى مساعد رئيس حزب الأمة، والدكتورة شذ عثمان أمينة المرأة بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصلة. بعد أن نتابع الدكتورة إسلام صلاح الأستاذة الجامعية في هذه الإفادة، وضمن عنوان هذه الفترة المفتوحة المرأة والسلام
نعود إليكم فابقوا معنا. سعيدة جدا أكون معاكم في جمعة وجمعتكم طيبة مباركة، وعايزة أتناول أهمية السلام باعتباره هو القاعدة الاجتماعية الأساسية لتحقيق الاستقرار الصحي والاجتماعي والتعليمي والأمني للوطن، وكمان بيساعد في تعزيز العمل الجمعي للمواطنين في نشر وتحقيق أهداف السلام وتذويب الأنا في نحن، وبالتالي النهوض بالوطن نحو التحسين والتطوير المستمر. وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتورة إسلام صلاح الأستاذة الجامعية والأكاديمية. نواصل معكم مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام للوطن عبر هذه الفترة المفتوحة على الهواء مباشرة المرأة والسلام مع ضيفاتي الكريمات داخل الاستوديو، الأستاذة عائشة بيرك إبراهيم داود أمينة المرأة بحركة العدل والمساواة بقيادة العقيد بخيت دبجو، والأستاذ إحسان عيسى مساعد رئيس حزب الأمة، والدكتورة شذى عثمان أمينة المرأة بالحزب الاتحاد الديمقراطي الأصلى. نواصل دكتورة شذى، عنوان وشعار من خلال الثورة السودانية، السودان وطن يسعى الجميع، وشعار نريده الآن على أرض الواقع لأهميته في تحقيق السلام، ومن ثم تحقيقه من خلال الأساسيات التي يجب أن ننطلق منها كمجتمع سوداني متسامح لأجل الوفاق الوطني أولا، ولتنمية الموارد، لتحقيق التنمية، وأيضا رفاهية أبنائنا، لأننا جميعا يعني نبني ونعمل من أجل مستقبل السودان، ومستقبل السودان بالتأكيد في الأجيال الموجودة الآن كشباب وككندكات. صحيح الأستاذ خليل، لكن دعني قبل ما يعني أمشي للسؤال عايزة أثبت يعني مفاهيم محددة. أفتكر الكلام اللي تكلمت عنه أختنا عائشة كلام ممتاز ما فيه كلام. حقيقة نحن بنتكلم عن اللاجئين اللي هي بفهم عام، نحن نتكلم عن آثار الحرب. يمكن إحنا قبل 3 أيام أو في اليوم 17 من نوفمبر الفات اللي هو كان الاحتفال باليوم العالمي للتسامح، ده يوم عالمي الناس بتتكلم عن التسامح، بتتكلم عن السلام، بتتكلم عن الاستقرار. في الحتة دي نحن بيكنا يعني ثبتنا مفاهيم محددة، نحن نفتكر إنه التسامح السلام ده ما معناه إنه نحن حنتجاوز يعني عن العدالة في القضايا، سواء كانت قضايا يعني إنسانية ووطنية وكده. يعني أفتكر إنه كل المتضررين بالحروب أنا بفتكر إنهم عندهم قضايا عادلة، يعني نحن ما حنتجاوز، يعني نحن حنتسامى فوق الجراحات ما في 2-3 على أساس إنه يكون في ديمومة للسلام، لكن ده ما بيمنع إنه نحن يعني حقوقهم كل اللي تضرر بهم، يعني كل الأضرار اللي لحقت بهم أنا بفتكر إنها هي حتكون محل عناية. كويس، اذا احنا ما زلنا الضرر النفسي او الجسماني او كل الاضرار اللي وقعت عليهم انا بفتكر انه السلام ما حيستقر وما حتكون فيه ديمومه، عشان كده احنا لازم نثبت الحقائق دي. الحاجه الثانيه برضو انا عايزه اقولها، دايره اقول انه زي ما قالت برضو اختنا احسان، على اساس انه السلام يكون شامل ويعني نشرت الفاتوره بتاعه الحرب، لابد من انه احنا ندعي كل الاخوان اللي ما موجودين الان، ندعيهم بروح يعني بروح الإنسانية، باسم المرأة السودانية، باسم الشباب، باسم الأطفال، بأن ينضموا لركب السلام، لأنه أنا بفتكر أنه نحن الآن كسودانيين عندنا فرصة تاريخية، الفرصة دي لازم نستقلها استقلال كامل شامل على أساس أنه نحقق سلام. بعض طوالي نجي نتكلم على الكلام اللي تكلمت عنه أنت اللي هي الرفاهية، الاستقرار، التنمية، ده كل الكلام ده ما حيتحقق لو ما احنا حققنا سلام كامل شامل ما منقوص. يعني يمكن احنا في الحزب الاتحاد الديمقراطي بنفتكر انه احنا دعاة سلام،
وحزبنا يعني هو دائما بيدعو للسلام. يعني يمكن من قبل كلنا نذكر يعني الآن كل المستمعين يذكروا يعني مواقف مولانا السيد محمد عثمان المرغني رجل السلام الذي دعا لمبادرة المرغني. غيرنا نحن بنفتكر إنه هذه المبادرة إذا يعني كانت أتت أكلها نحن كنا الآن حننعم بسودان كامل بكل السودان شمال وجنوب وبكل الرقعة. بنفتكر لما نجي نتكلم عنا يعني دولة جنوب السودان بنحس بانه نحن يعني في حاجه ناقصانه يعني. لكن عموما افتكر انهم هم بما كان ده خيارهم نحن بنتمنى لهم برضه الاستقرار والرفاهيه وكده باعتبار انه ممكن بعد ذاك الناس تتكامل ادوارها مع بعضها البعض. في النهايه انا دايره اقول حاجه مهمه، دايره اقول انه اذا نحن ما عضينا النواجذ على هذا السلام ما حيكون في استقرار، ما حتكون في تنمية، لأنه حنمشي تاني حنرجع لنفس الدائرة اللي نحن بنتكلم عنها. أنا بأكد إنه المرأة السودانية عندها دور كبير، ده ما في كلام، اللي هو عنوان الحلقة. الأستاذة إسلام قالت إنه عشان السلام ده يستقر لابد من إنه إحنا ذاتنا نعلم المرأة أهمية السلام، لازم ندرب المرأة، لازم يعني نرسخ المفاهيم، وده بيبقى دورنا كلنا مع بعضنا البعض، المرأة، الرجل، الأستاذة الجامعية، الإعلام، كلنا مع بعضنا البعض. تعالوا يعني نقعد نتراضى حول فلسفة واحدة، حول ثقافة واحدة، ثقافة يستوعب الجميع، بأنه يا جماعة نحن من غير سلام ما حنقدر يعني نخرج ثروات هذا البلد. السودان يا جماعة بلد قني، قني بثوراته، قني ثرواته يعني، وقني بموارده. تكلمت وقلت انه نحن يعني قبائل وإثنيات، نحن 572 قبيلة، يعني نحن يخيل لي مفخرة الآن في كل العالم. نحن عندنا تقاطعات، لكن تقاطعات إيجابية، عمرها ما كانت تقاطعات سلبية في يوم من الأيام. لكن تعال نستفيد منها كلنا مع بعضنا البعض عشان نحقق الحاجة اللي نحن دايرينها، عشان نحقق ونربطها طوالي بالشعار اللي انت تكلمت عنه اللي هو شعار الثورة، لأن إحنا كلنا بنتغنى به، حرية وسلام وعدالة. الحرية والسلام والعدالة ما بتتحقق إلا إذا كان في سلام، سلام ديمومته واستقراره وحفيظته وركيزته المرأة السودانية. نعم، وده برضو بيأكد إنه السودان وطن يسعى الجميع. دكتورة شذا، أستاذة عائشة، ننتقل مباشرة إلى محور مهم، السلام بعيون نساء السودان. وكما ذكرتي إنه أنت واحدة من الناس اللي تأثرت بالحرب، والتحية من جديد لكل النساء في معسكرات اللجوء والنزوح. وخلينا نشوف كيف يعني بتنظروا للسلام من خلال هذه المفاهيم، ومن خلال أيضا يعني إحساسكم أنتوا بهذه المرارات وبهذه الحقوق الكثيرة ضاعت زي ما ذكر الدكتورة شذا، وإلى أي مدى ممكن أن تلعب المرأة دور في عودة الاستقرار والأمن والأمان في كل المناطق، وتحديدا في المناطق التي تأثرت بهذه الحروب. المرأة هي إذا أثرت في الحروب لكن عندها دور كبير جدا، تلعب دور في تنمية، هي في غياب الرجل وفي غياب الإب لعبت دور كبير، يعني اهتمت بأبناء واحتوتهم في المعسكرات أو في اللجوء، احتوتهم وعلمتهم بطريقة وحافظ عليهم لحد ما جاء سلام. نعم. احنا سلام يعني ما نقول سلام بس سلام الأمن، الأمني، الأمن ما أمني بتاع الترتيبات أمنية ودي دي آر، لا، الأمن هو الأمن بتاع إنه هي عندها إحساس في أمان وإحساس يعني في داخل البيت وفي داخل زراعتها في داخل في حاجات اليومية يحس إن أمان، هي ذات يعتبر الأمن تحس بها هي كمرأة. مرأة دورة، أنت قلت دور المرأة، مرأة عندها دور كبير جدا، وزي الدكتورة شازا قالت عندها حقوق، يعني خير المرأة دي فقدت كثير وعندها حقوق، حقوقها يعني تتوفر لها تعليم، تتوفر لها الصحة الإيجابية والصحة العامة، يعني هي محتاجة حاجات يعني مقاومة الحياة الأساسية ده تتوفر لها في الأساس، ده يعني احنا نحس بسلام. وفي حاجات كثيرة يعني هي تلعب دورها في صناعة صغيرة
وهي بي 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 بتزرع وعندها صناعات البسيطة ومهتم بحياتها. عندها حقوق يعني زي ما قالت دكتورة شزا وإحسان، عندها حقوق يعني حقوق دي احنا خلاص يعني سلام دي كده يعني عندها حقوق في أوضة طوعية وحقوقها في حاجات الفقدته يعني يحافظوا لها بطريقة الماء. كل الحقوق ممكن ما تلقاها، لكن في بعض الحقوق الأساسية تسترد لها. واهتمامهم يعني القادة صناع السلام والقوة الحرية وتغيير وكل الحكومة الموجودة يهتم اهتمام خاصة بالمناطق المتأثرة في الحروب في السودان كلها. نعم، يعني ذكرتي جزئية مهمة إنه المرأة لها حقوق كثيرة وفي خصوصية أيضا من خلال يعني المرأة العاملة سواء في مكاتب أو في مزرعة أو في مصنع أو في يعني هذه الخصوصية أيضا أستاذ عائشة لابد أن تعود لكل مرأة في كل مكان في بلاد الحبيب. أيوة نتمنى يعني كل الحقوق تسترد، لكن إن شاء الله لو ما يترد كل الحقوق جزئية من الحقوق، لكن ال- 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 كمية هائلة من النساء المتعلمات وفي جزئية يعني في الغرى في هنايا فقدت يعني حاجات كثيرة، لا تعليم لا صحة كده يعني نتمنى فقدت المأوى حتى الزوج والأب والابن فقدت كثير النساء فقدوا كثير. احنا ما نقدر نذكر الحاجات اللي فقدته، لكن نعم. فقد يعني ما فيها في 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 لو خطر في بال الإنسان أي فقد يعني عزيز لو فقدت يعني المرأة النازحة أو في مناطق الحروب في السودان كلها. لكن ده له حاجات بسيطة بتبدأ بحياتها لحد ما تنحت السودان بالاستقرار. نعم. مثلا أهم حاجة المأوى ومثلا الصحة وتعليم، دي الحاجات المقومات الأساسية بتاعت الحياة تتوفر لها في الأساس، وإشراكها في الهناية الجاية في الفترة الجاية إشراكها مهم جدا. يعني هي يعني عندها حق أصيل في السلام، وهي صاحبة المصلحة الحقيقية. أيوة، في هذا السلام هي صاحبة المصلحة الحقيقية وإشراكها في كل المؤسسات الدولة عشان تنال حقوقها كاملة. نعم، إن شاء الله نواصل معكم مشاهدينا في كل مكان هذه الفترة المفتوحة على الهواء مباشرة، المرأة والسلام وسلام للوطن. استمع إلى أيضا هذه الإفادة من الأستاذ أسامة رقيعة المستشار القانوني والروائي والكاتب، ومن ثم نعود إليكم مع ضيفاتي داخل الاستوديو، فابقوا معنا. ثقافات من الحراك من القناعات من العادات اللي تؤكد انه استعمال القوة لا يحقق شيء، التفوق على الآخر لا يحقق انتصار، لأن التفوق الحقيقي والانتصار الحقيقي للإنسان ليس هو أن يتفوق على الآخر أو يتغلب عليه حتى لو باستعمال القوة، ولكن الانتصار الحقيقي والتقدم الحقيقي والسلام الحقيقي هو أن ننتصر نحن كلنا مع بعض، ننتصر على سلبياتنا، ننتصر على الفقر، ننتصر على الجوع، ننتصر على المرض، ننتصر على كل العوامل السلبية. فإذا عملية السلام عملية جدا معقدة وعملية مهمة جدا، ويجب إنها يعني تبدأ من عقول الناس، تبدأ من سلوكياتهم، تبدأ من ثقافاتهم، تبدأ من سلوكياتهم بالشكل الكامل. ونحن في السودان يعني عندنا وجدان مسالم بالطبيعة، عندنا وجدان عاشق للسلام بالطبيعة. فأنا أحيانا من أنظر للوضع السودان الحبيب جدا أستغرب ليش نحن أصلا عندنا نزاعات، نحن ناس مسالمين، نحن بنحب بعضنا، نحن بنحب الآخر وبنحترم الضيف، فكيف يكون بيناتنا نزاعات؟
مرحبا من جديد مشاهدي الأحباب في كل مكان، نواصل معكم هذه الفترة المفتوحة على الهواء مباشرة بعنوان المرأة والسلام وسلام للوطن، لإفادة الأستاذ أسامة رقيع المستشار القانوني. ونبدأ من حيث انتهى مع ضيفتي أو ضيفاتي داخل الأستوديو، الأستاذ عائشة بيرك إبراهيم داود أمينة المرأة بحركة العدل والمساواة بقيادة العقيد بخيل دبجو، والأستاذة إحسان عيسى مساعدة رئيس حزب الأمة، والدكتورة شهد عثمان أمينة المرأة بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصلى. أستاذ إحسان، يعني نبدأ من إفادة أستاذ أسامة رقيعة أنه الانتصار على السلبيات حتى يتحقق هذا السلام، وأيضا البداية من أنه إحنا مجتمع مسالم، مجتمع متسامح، مجتمع نحب مساعدة الآخر والإحساس أيضا بالآخرين، الأسر المتعففة، الشرائح الضعيفة، يعني دي واحدة من شيمنا نحن كسودانيين. نحن أهل فزعة وأهل وجعة زي ما يعني بيقول كل زول موجود في السودان، برغم هذا التعدد، برغم هذا التباين، كيف يمكن أن تكون للمرأة دور مهم من خلال عملية السلام حتى يصبح السلام ثقافة في المجتمع؟ وما هي رؤيتكم أنتو كنساء للأحزاب في بلادي الحبيبة في المرحلة القادمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. برضو يعني أنا بفتكر أنه المداخلة بتاعت الأخ أسامة هي مداخلة قيمة، و يعني فيها قيمة المواطن السوداني. نعم، احنا كسودانيين بطبعنا متسامحين مع بعض، بطبعنا متكاتفين، يعني بتلقى في الاسره ممكن الاخ الكبير يضحي عشان يشيل الشيله كويس، وده دي قيمه صحيح. قيمه جميله جدا كويس. الشعب السودان متفرد في يعني قيم كثيره بين شعوب العالم، الجوديه، احنا ناس جوديه وناس إدارات أهلية وناس فزعة وناس خير وناس عاش البيتات وهجعة ليل تكرم ضيفك. ونحن مرات أنت بتكون عارف جارك أو في الأسرة قريب لك بيساعده بدون حتى أهل بيتك ما يكونوا حاسين أنت بتعمل في شنو. فمن باب أولى إحنا القيم السمحة دي كلها نبرزها بصورة أوسع، بصورة كبيرة، كون إحنا مجتمع تكافلي. نحن محتاجين المساعد في الخطاب بتاع احتفالية السلام. سعدت الغاية حميتي وكل الغادة قالوا إحنا وبيكون السلام بتم، بيكون دم رسالة لمنه لينا كسياسيين، للشعب السوداني، للأمهات، لكل الناس، إننا نكون عندنا تكافل مع بعض، نسند السلام. السلام ده ما إسناد سياسي فقط، الأهم في الإسناد الإسناد المجتمعي، إنك أنت في داخل المجتمع لابد تنشر ثقافة التكافل. نفقد جيراننا، نتفقد الأسر، نكون عندنا تواصل، معرفة بجارك أحواله، أحواله شنو محتاج لشنو كويس، نمشي المعسكرات، نمشي القرى اللي حتتأهل، نساعد الحركات المسلحة وندعمها في أنه نأهل معاما القرى دي. ما هو الإنسان ده كويس، وإحنا كسودانيين السلام ده أهم لنا، فاتورته أقل من فاتورة الحرب. فاتورة الحرب تمنع عالي فيها دماء، من باب أولى نحن نسند السلام، نتجه للقرى، ننتجه للمناطق المحتاجة تنمية، محتاجة تعمير، نبدأ في أنه نؤسس للتنمية وتطوير بلدنا وتعميرها. نحن مرحلة الحرب تعدينا ومرحلة وقفلت، نتجه إلى مرحلة أخرى، نذهب كنساء نعمل مبادرات كويس، مبادرات مجتمعية كويس. نحن يا ناس أخواننا في الحركات المسلحة، إحنا ما أدي لكم يدنا، حنمشي معاكم الغرية الفلانية، كنساء أحزاب، كنساء مجتمع مدني، كمنظمات عمل طوعي في السودان، حنمشي نعمر معاكم، حنساعد أخواتنا، نلم معاهم عفشهم، نجمعهم من المعسكرات، نمشي مناطق القرى، نشتغل معاهم في الزراعة. المرأة منتجة السودانية، مرأة مزارعة بالمناسبة، وطبيبة ومهندسة وقاضية وكل المهن المتميزة
تميزت فيها المرأة السودانية حتى كربة أسرة. المرأة السودانية أم رؤوم، حتى الما متعلمة كويس. أن إحنا ليه ما نعمل محومية في تلك القرى، نعلمهم ندرسهم نعمل قابلات كويس في كل قرية كويس. امشوا بناتنا في الخرطوم في باقي الولايات، امشوا اعملوا تدريب لأخواتهم اللي حيمشوا مناطق الاستقرار، اعملوا تدريب صحي، اعملوا توعية صحية. أن إحنا عايزين نساعد وندعم عملية السلام، ما عايزين نرجع لمربع صفر ومرحلة أخرى ما حابينا. إحنا دمعنا كثير، بكينا كثير، نتعلمنا. إحنا النساء بالذات أكثر إحساس ورعفة ومشاعر، إحنا بطبعنا خلقنا إحساسنا عالي مرهفات، أي تأثير خارجي بنتأثر به نفسيا كويس. إحنا فقدنا وإحنا تأثرنا وتعلمنا، الآن حان وقتنا نفرح ونسعد ونهنا ونستقر. الاستقرار أخواتي في المعسكرات يدهم برا، نحن وهم وكلنا ندعم بعض، نمشي مع بعض كويس. هم أخوات لين، حبيبات لين. أنا يعني أسرة عشة عندي أسر صديقات أخريات في باقي معسكرات، زرت معسكرات، شفت معاناتهم، شفتهم كيف صابرات. أنا الآن نحن نتكاتف معهم، نتحرك قوافل صحية، قوافل مجتمعية، نشيل زادنا ونقسم لقمتنا مع بعض، أولى من نشيل بوجدنا ونغادر بلدنا بعد ينهار. نعم، شكرا أستاذة حسان عيسى. دكتور شذى عثمان، الحديث أيضا يعني بعيدا عن وضع السلاح ووضع ويلات الحروب، وهناك أيضا قيم يمكن يعني تابعناها من خلال اتفاقية السلام والمفاوضات التي تمت بجوبة، أن هناك بعض الملامح السودانية اللي كانت حاضرة بعيدا عن وضع السلاح وتقسيم الثروات وكذا، في أنه في قيم سودانية حقتنا إحنا بران حتى كانت حاضرة، حتى الوسيط الجنوبي كان بيفتخر بأبوه إنه والله يا أخي السودانيين هذا هو سلام سوداني سوداني خالص. الكثير من التنازلات قدمت في هذه الاتفاقية وفي هذه المفاوضات من أجل الوطن. كيف يمكن أن نضع أسس نبني عليها سلام مستقبلي بعيدا عن البندقية وبعيدا عن النزاعات وبعيدا أيضا عن خطاب الكراهية وخطاب العنف وأيضا عدم قبول الآخر؟ صحيح. نحن دارين نقول إنه أول حاجة المداخلة بتاعت أستاذ أسامة أفتكر إنها مداخلة مفيدة وداعمة للكلام إحنا بنتكلم فيه، لأن اللي عجبني فيها إنه الأستاذ أسامة قرأ يعني المرتكزات الشخصية السودانية، عملية قراءة لمرتكزات الشخصية السودانية والقيم الكثيرة الموجودة فيها، ومن ضمنها طبعا القيمة الأساسية اللي هي قيمة السلام. ويمكن رد على سؤالك من الآن اللي هو برضو تحدث لنا عن إنه كيف نحن ممكن يعني نضع أسس للسلام، هو يتكلم بدلا نحن نتنافس من أجل نحارب بعضنا البعض، تعال يا جماعة نتنافس من أجل نبني نعمر نطور، يعني نعمل مستشفى جميلة، تبقى الدكتور الأول، يعني دي مداخلته، ده فهمه. فهو ساعدنا الآن بأنه نحن تعال نضع أسس للسلام. أفتكر أنه الجميل في السؤال خلاص السلام يتحقق، لكن ماذا بعد ذلك؟ الماذا بعد ذلك؟ تعال نتراضى على أسس نتفق حولها، نخطها مع بعضنا البعض من مرتكزاتنا من مكنوننا الداخلي، على أساس أنه تاني ما تكون فيها رجعة، يعني بالنسبة لنا تبقى زي الوثيقة زي الدستور زي حاجة نحترمها لأنه نحن وضعناها مع بعضنا البعض. الأستاذة إحسان تكلمت عن برنامج عمل، يعني الآن نحن لو دارين يعني نقسم مع هذه الحلقة نقول لنا والله وضعت لنا برنامج عمل وخطة جميلة جدا جدا نحن ممكن نمشي بها عليها قدام وطوالي نبدأ نحققها. وأستاذ أسامة دفعنا الآن لأنه نحن نضع الأسس اللي نحن ممكن نمشي عليها في الحلقة دي. نحن بنفتكر الآن الأسس ده نحن محتاجين نقعد كلنا، أحزاب، هيئات، منظمات مجتمع مدني، طرق صوفية، رجالات إدارة أهلية، حكومة كاملة، إعلام، شباب،
مرأة على أساس إنه نحن يا جماعة دايرين نضع أسس نتراضى حول تبقى حقة الجميع، ما حقة زول، ما حقة الحزب الاتحادي ولا حزب الأمة ولا الحرية والتقرير ولا الجيش ولا حتى حركات الكفاح المسلحة، لا نحن دايرين نخوض أسس نقول دي والله أسس سودانية نتراضى حوله ونمشي بها وبعدها نمشي بها لي قدام. يا جماعة احنا بنفتكر انه الضاع مننا كثير، الضاع مننا كثير، لكن احنا مؤملين في انه القادم اجمل والقادم افضل والقادم احلى، لانه احنا شايفين الان كل العقول متجهة بحب، كل العقول الان متجهة يعني بحب كل الناس. انا بفتكر ان عانت احنا كلنا عانينا في العملية السياسية دي وعانينا من انه احنا من الاستغلال الى الان احنا ما قادرين نتراضى مع بعضنا البعض عشان ناخد لنا اسس نمشي عليها. انا دائما قاعده اقول انا بالنسبه لي ما بيهمني انه انا احكم، يعني نحن كحزب نحكم نكون نحن الحاكمين، لكن الاسس كيف نحكم؟ نحن كيف نحكم دي؟ نحكم بالسلام، نحكم بالحريه، نحكم بالعدل، نحكم بالديمقراطيه، نحكم بانه نحن اخواننا النازحين واللاجئين وفي المناطق وفي التهميش وفي الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الوسط كلنا مع بعضنا البعض نوجد حياه كريمه، حد ادنى نتراضى حوله على اساس انه نحن نمشي لقدام. الحاجه المهمه اللي انا بفتكر انه نحن يا جماعه ضايلنا عبر باب برضه ونمشي بها لقدام. نحن كمرأة لابد من انه احنا نفكر مرأة واحزاب، يعني نحن الان نتحدث احنا كقيادات احزاب كقيادات مرأة الان مسؤولين من نساء كثيرين، يعني اذا كانوا في الهامش او في الحضر او غيره او كذا. انا بفتكر انه دايرين نضع عليهم اسس يمشوا عليها. اول الاسس دي التعليم، نحن بالنسبه لنا مساله التعليم دي قضيه اساسيه، والمرأة بالنسبه لنا لازم تدق على هذا المحور، محور التعليم بالنسبه لنا نحن محور اساسي ومهم جدا. نحن المراه اذا ما كانت متعلمه ومثقفه وواعيه وقادره وكذا انا افتكر انها هي ما حتقدر تمشي لقدام، لانه المراه هي الام. صحيح. الام اذا ما كان انا اتحدث عن التعليم يعني المعرفه، انا ما ضروري اتحدث عن انه انا والله كلنا نبقى دكاتره او مهندسين او كذا، ولكن التعليم اللي بيخليني في الحد الادنى انه انا اطلع جيل انا افتخر به. بالنسبه لي التعليم قضيه مهمه، تعالوا يا جماعه نضع اسسها ونشوف شكلها شنو، منهجها شنو، عشان المنهج ذاته اللي هو فيه السلام وفيه الاستقرار وكذا. يعني احنا انت تكلمت عن الخطاب بتاع العدائية والكراهية وغيره، هذا الخطاب لابد من انه احنا زادنا نضع عليه منهج نتراضى عليه. ليه انا قاعد اقول والله انا معجب الان بقناة الخرطوم او فضائية الخرطوم، افتكر انها وضعت منهج، وهذا المنهج العاملين عليه وكل الموجودين من المدير العام الى اصغر زول ماشيين بالمنهج ده، عشان كده الان احنا افتكر انه فضائية الخرطوم الاولى ده منهج. تعال نضع منهج بتاع تعليم يبقى الاول، تعال نضع منهج بتاع صحة يبقى الأول. وبرضو أنا بقول إحنا ما عندنا عصا سحرية، يعني الكلام ده ما حيتحقق الليلة دي، عشان ما يقولوا والله يا أخي إحنا بننظر هاي الكلام ده ما حيحصل الآن، لكن إحنا لابد أن نبدأ لازم نبدأ. ما أنتوا بدأتوا وبقيتوا فضائية الخرطوم، فيبقى من حقنا نحن نبدأ يا جماعة. خلاص نحن ما دارين نرجع لورا، نحن نشيل المظالم، نشيل الترسبات، نحن قلنا كلنا الآن في هذه الحلقة مع بعضنا البعض تسامينا فوق الجراحات، تسامينا ده ما في 2-3 وراجعين لورا، لكن خلاص تعال نضع منهج عشان احنا نمشي بيه لقدام. الاقتصاد، انا بالنسبه لي القضيه تحت الاقتصاد قضيه مهمه. عائشه قبالي تكلمت قالت المراه في دارفور يعني مراه مزارعيه من الدرجه الاولى، مراه الان يعني بتقود في الحركه بتاعت التنميه والعجله بتاعتها كويس. نحن نساعدها كيف؟ نحن ذاتنا نساعدها كيف؟ بانه الزراعه شكلها شنو، تفاصيلها شنو، شروطها شنو. تعال نجي نقعد مع بعضنا البعض الاقتصاديين النساء رجال نخوت يا جماعه. نحن مشكلتنا الان، انا قبل قلت انه انا ما عندي ازمه بتاعت موارد في السودان، لكن انا عندي ازمه بتاعت اداره هذه الموارد. فانا بفتكر انه يا جماعه نحن حقيقه محتاجين لقيم، محتاجين لمفاهيم، لكن جماعيه. دارين نفكر الآن تفكير جمعي، نخلي يعني نطلع من توب العباءة الحزبية والقبلية والجهوية وغيره، تعالوا يا جماعة نعمل منهج سوداني نتراضى حوله. نعم. ويبقى المنبر قناة الخرطوم. نعم. ونبدأ من يعني تنفيذ هذه الاتفاقية على أرض الواقع بتكاتفنا جميعا. نواصل معكم مشاهدينا في كل مكان هذه الفترة المفتوحة وعلى الهواء مباشرة. المرأة
والسلام مع ضيفاته داخل الأستوديو، ولكن نستمع في المساحة القادمة إلى إفادة الأستاذ إسماعيل عبد الباري الإعلامي من مدينة مروي، ومن ثم نعود، فابقوا معنا. السلام الاجتماعي هو عنصر مهم في الترابط الوثيق وجمع الشمل بين الناس، والسلام هو عنصر أساسي يعني يكون يزرع المحنة والمحبة في كل القلوب، قلوب الناس. يعني السلام مهم وأهم بنسبة كبيرة لكل الشعب السوداني، وتحية للشعب السوداني الوفي والمخلص. أنا بقول سلام يا أحلى ناس حلوين، سلام يرفع القلب ساكنين، سلام ليكم من الأعماق ممزوج بوئام وحنين، سلام ليكم من الأعماق ممزوج بوئام وحنين. ساب بلا ميعاد، سلام نصمة فرح تنساب بلا ميعاد، سلام لابس وشحن براس يضوي الكل يا كل الناس، سلام نديان غنى وإحساس، سلام لي كل ذول حساس يفتش في جو بالليل على القياس، تفوح منه طيبة ونسمة عز مع الأنفاس. ولكم كل التحايا الجميلة سادتي متابعي قناة الخرطوم الفضائية، والتحايا أيضا تمتد للزميلة المعدة أماني بخيت البشير، وللزميل المخرج جلال محمد، ولكم كل التحايا العطرة في هذا الصباح، وجمعة سعيدة على الجميع، جمعنا الله وإياكم في جنان الخلد. السلام هو صفة اجتماعية تجعل المحبة والتصافي ما بين المجتمع الأسري والمجتمع الكبير والمجتمعات الأخرى، وما بين القبائل وما بين المجتمعات في العالم جميعا. والسلام يعني المحبة ويعني التصافي ويعني الأمان، لأنه الإنسان حينما يبتدي دائما، نحن نبتدي بحديث السلام. السلام هو عنوان للتواصل أو بداية للتواصل ما بين الناس وبين المجتمعات. فالإنسان حينما يعني يقول لك السلام عليكم تشعر بالأمان، تشعر إنك أنت بعد يكون في صفة بتاع التواصل ما بينك وبين الشخص الذي ألغى عليك السلام. والسلام اسم من أسماء المولى عز وجل سبحانه وتعالى. وفي عجالة كده نتمنى إنه السلام يعم بلدنا ووطننا الحبيب السودان حتى تغيف النزاعات والخلافات وتتضمد الجراحات. نتمنى السلام الاجتماعي والتصافي لكل الأمة الإسلامية الخاطبة وللعالم عموما، ولكم تحياتي العطرة. سلام للوطن، وهذه الفترة المفتوحة على الهواء مباشرة المرأة والسلام. تحية للزميل الإعلامي إسماعيل عبد الباري، وأيضا للأستاذ مخلص عادل، وتحية أيضا لكل من شارك معنا من خلال هذه الحلقة المرأة والسلام، الأستاذ عائشة والأستاذ إحسان والدكتورة شذا. وفي ختام يعني هذا اللقاء رسائل أستاذ عائشة، يعني لعودة النفاج وعودة التواصل، عودة احترام الكبير، وأيضا يعني مساعدة الصغير في مجتمعنا السوداني. دي مشاهد نحن كنا بنشوفها، لكن مع هذه الحروب يمكن انتفت فعلا.
احترام الكبير والصغير دي بيتجي من السلام المجتمعي. احنا في مجتمعنا عندنا تعدد بتاعة العادات وتقاليد وثقافات وكذا، اهم حاجه يكون في عداله. احنا دارين عداله، يكون عداله بالتساوي، جزئيه مهمه لكن ما طرحنا. نعم. في عداله الاجتماعيه يكون وقبول الاخر. قبول الاخر في العداله الاجتماعيه دي احنا لازم يكون في عدل في 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 حاجاتنا كلها، في ثروات والاجاب الحروبات والمشاكل دي كلها. عدم العداله الاجتماعيه وعدم العداله في سلطه في ثروه في حاجات كثيره. نعم. جابت الحروبات والحاجات الكراهيه احنا لازم يكون في عداله بتساوي. ما ضروري انت تحكم او انت حاكم يكون في عداله بالتساوي وبتراضي، ما يكون في خلاف، ما يكون في مشاكل تواجهنا باذن الله. احنا زي ما قلنا كلنا قلوبنا للوطن، كلنا للوحدة وللسلام. السلام دي يعني بيتعانينا في حاجات كثيرة، وبإذن الله لو تكاتفنا كلنا كسودانيين السلام بيتحقق بإذن الله. نعم إن شاء الله. شكرا أستاذ عائشة. أستاذ إحسان، يعني أيضا كل القيم اللي تحدثنا عنها، القيم المجتمعية، قيم التسامح، قيم التواصل، وأيضا الطرحهم في عملية السلام وحفظ النسيج الاجتماعي، في ختام هذا اللقاء. أول في الختام قبل أخش في المحور ده حابة أرحب ترحيب حار بكل من وصل في وفد التفاوض. حابة أشكر دولة جنوب السودان لاحتضانة للتفاوض، وحابة أحيي كل القادة الأسهموا في نجاح عملية هذا التفاوض المرة بسلاسة ومرت بتعافي ومرت بقيمنا السودانية السمحة. وحابة أقول لكل قادة الحركات إنه نساء السودان جاهزات أن يعملن معكم في خط السلام ونشر ثقافة السلام وأي برنامج يعطف ويدعم استمرارية السلام والاستقرار في بلادنا الحبيبة بإذن الله تعالى. وأنا بفتكر إنه نحن كنساء الآن جات وقت حوبتنا. دائما الزول لما نقول لك ده زول حوبة، زول كبيرة وزول نفرة وزول همة يمكن يعتمد عليه، ويمكن يعتمد عليه. نحن يعتمد علينا في أمر السلام لأنه إحنا أكثر من تعازينا في أمر الحروب. وإن شاء الله ما تكون المرأة السودانية إلا إن حسن ظن وطننا بنا. نعم إن شاء الله. دكتورة شذى عثمان، أيضا يعني نحن مجتمع سوداني متسامح، نحتاج فقط أن نحقق هذا السلام المجتمعي أولا من المرأة ومن ثم بقية المجتمع. طبعا بما أننا إحنا في الختام نقول السلام المجتمعي ده نرسل به رسائل سريعة. الرسالة الأولى أنا دايرة أرسلها لكل المسؤولين، قيادات أحزاب في الحكومة الآن وغيرهم. أنا بفتكر أنه تعال يعني يا جماعة نتراضى على برنامج وطني، برنامج الحد الأدنى نتفق فيه مع بعضنا البعض على أساس أنه نحقق السلام والاستقرار والتنمية. الرسالة الثانية دايرة أرسلها للمرأة السودانية، بقول لها أنه المرأة السودانية حين حقيقة معولين عليك كثير جدا جدا لتحقيق أو لحراسة السلام. نحن معولين على المرأة السودانية بأن هي تكون الحارس والضامن لهذا السلام. رسالة برضه أفتكر أنها مهمة للشباب الآن، شباب الثورة. أنا أفتكر هذا الشباب الواعي برضه أنا أفتكر أنه المفروض هو يكون حارس لهذه الثورة. الثورة في الختام أنا داير أشكر يعني كل الحضور الموجود معي في الاستوديو والأستاذ خليل و مريد البرنامج، وشكرا شكرا جزيلا. شكرا لكل سادة المشاهدين. في الختام الشكر الجزيل على هذه الإضاءات الجميلة. نتمنى أن نكون قد وفينا وأن خرجنا بكثير في رحاب الوطن وفي رحاب السلام مع حواء السودان، مع الكنداكات والميارم وأيضا الشابات وكل من يحمل هم هذا الوطن من نساء بلاده. شكرا جزيلا دكتورة شذى عثمان
أمينة المرأة بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل. شكرا أستاذة إحسان عيسى مساعدة رئيس حزب الأمة. شكرا أستاذة عائشة بيرك إبراهيم داود أمينة المرأة بحركة العدل والمساواة قيادة العقيد بخيت دبجو. شكرا لكل السادة المشاهدين في كل مكان. كانت هذه هي الفترة المفتوحة بعنوان المرأة والسلام من خلال البرمجة الخاصة عبر شاشة فضائية الخرطوم قلب الثورة سلام للوطن. هذه تحياتي وتحايا فريق العمل. إلى أن نلتقي في أمان الله. حرية، سلام وعدالة. إلى اللقاء.